هلا 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 يا هلا يا هلا هلا بالخال هلا بالحبيب. عندي امريكان بالسياره زين امريكان قناع وهذا شيء هذا بودي لي اخور بس في مقالب تبتودي لي اخور بس انا ناسيب السياره عندي بسياره برا والحين ناسيب السياره زين وبمر عيالي بطلعهم زين فمريت غرطبه هني كنت عندي دعايه سويت الحين بمر عيالي فالامريكان ما يكفي ما عندي مكان اخليه بخليه عندك زين أدق عليك بالليل أقول خالي يا أنا إيك يا أنت تيني إيه؟ وتقطع علي بس أنا أقطع عليك بس تقطع علي أنت إيه؟ بس تم عطني تحسارتك خلي أبنك مفتاح يلا وين أمريكان وينه شنو أمريكان مو أمريكان 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 حين شوف حين شوف إيه وين وينه الحين موجود برا تعال يلا أروح تعالي يلا يلا بطل سيارتك تعال تعال اشدق له تعال خالي ايش بك خالي هذا الحين اقول قصته خلنا بطل اخذه منك انا يعني على ادق عليك ادق عليك خالي شلون انا اسوي هذا موجود خالي بس لان اليوم بطلع عيالي وتعرف انت الجي كلاس ما يكفي فانت خله انا يا ادق عليك اليوم تروح الديوانيه انت ايه خلاص تروح الديوانيه انا مر اخذ منك الديوانيه خلاص ما يخالف تمام حبيبي يا الديوانيه اليوم ايه برع ديوانيه الساعه كم بس ما ادري والله خالص الساعه كم برع ديوانيه اوخ انزين خلاص شوف يا انا امر اخذه من عندك هني يا ادق عليك اتوعد وياك ناخذ مكان صار تم تم حبي اوكي تبي شيء ما بلا سلامتك حبيبي مع السلامه يوم اوكي ان شاء الله بس خلص دقاري اوكي ليش ما تعود لهني بعد مره ترى بدأت بصخة وايد والله العظيم حبي هلا ما تحرش فيني خل أقول لك اسمعني أخلص أدق عليك مو جت فترة طحت مريض تعبت قعدت في البيت تعبان صح ولا مو صح؟ صح؟ صح فلوسك شنو فادتك فيها؟ إي والله فلوس صاخة تعيد وصاخة تروح وتي عطني إياهم شلك بصختها انت قاعد تقول ليش ما تعطيني انا فلوس حبيبي سؤال واحد الحين انا سالتك سؤال تجاوبني قلت لك الفلوس لما طلعت مريض شنو فادتك شنو فادتك خالي ترى ربك بديت اخاف اكثر من اول شنو شنو فادتك الفلوس ما تفيدني عطيهم عطيهم تبيهم حاضر كيام كلها اطلع من بيتي بربع ساعة من الساعة دق علي خشي يرحمك الله سؤال واحد قبل اطلع بروح ساعه ادق علي ليش تخشي خشي ادق علي بطل قال لا تحط ايدك هنا تلولي تلالينو هلا والله هلا اي ادي ما يخاف تحمل عاد شوف متى طبعا ساعه بعد ساعتين بعد ثلاث يلا ما يخالف انا تحملت بعدين شوف يلا بسوي دقه فيه اليوم انت مسوي دقه انا شكو تبي اروح اوكلك ورد بس ان وكلتك ومشى العناد علي هني المشكله اذا طلع وما صدته شلون ما تصيد 700 سياره قدام كلها سياره شلون ما تصيد خدك فين مغطي